مساكم الله بالخير. نرحب بالحضور الكريم، نرحب بكم في مساء مليء بالحسرات بعد أحداث لم نكن نتمناها ولم نتمنى مشاهدتها، حيث منع المفكر الكبير أستاذ دكتور نصر حامد أبو زيد من دخول البلاد. نلتقي معا لتأكيد العهد على المضي في طريق التنوير، طريق أبو زيد، طريق محمد أركون وغيرهما من مفكري التنوير الكبار. التنوير الذي نهدف من خلاله مواجهة الظلام، نحفر في إطاره، نسبر أغواره حتى نصل إلى نهاية نفق ينبلج فيه النور ويشرق المستقبل، فاتحا صور الإنسانية على مختلف أوجهها. فالهدف الرئيسي من جميع لقاءاتنا واجتماعاتنا معكم هو تنوير المجتمع وتحديثه. أيها الحضور الكريم، أيها السيدات والسادة، لا نملك إلا أن ندعي بأن التغيرات التي طرأت على الحياة وقلبت صورتها رأسا على عقب وحولتها إلى صورة أخرى جديدة مغايرة لم تختزل فقط في الجانب المادي، إذ لا يمكن نزع العلاقة بين الجانب المادي وبين الجانب الفكري المفاهيمي. بعدما أنتج حياة حديثة في مختلف الجوانب بما فيها الجانب الثقافي والجانب الديني، فظهور وسائل الحياة الحديثة لم يكن نبتا غير معلوم الجذور، وظهور الاكتشافات العلمية العظيمة برهن على ثنائية الوسيلة والمفهوم والعلاقة التفاعلية بينهما. نحن في مركز الحوار نعتقد أن تطور الكثير من العلوم ما كان ليتحقق لولا تحرير العقل البشري من أسر العقل الديني ولاهوته القديم. نعتقد كذلك أن نجومية الدين والتدين مؤثر بشكل كبير على شكل حياة الشعوب فيما مخرجاتها تصب خارج دلو ما نترجاه من التنوير. فالفهم الديني التقليدي الراهن وما يتعلق به من لاهوت وطقوس والمسيطر على غالبية المجتمعات العربية والمسلمة يجب أن يدخل مختبر التغيير لكي يصار إلى مجارات الحاصل من تغير في جوهر الحياة الحديثة، وإلا صار الدين عائقا أمام حركة التجدد ولأصبح مانعا أمام تحديث المجتمع. إن أنصار الدين التقليدي لا يزالون يطلقون صيحتهم الرافضة بالمطلق لتطوير وسائل تفسير الدين وتجديده ليواكب الحداثة. فنحن كما يقول المفكر الإيراني الدكتور مصطفى مالكيان، فنحن شئنا أم أبينا أناس معاصرون وأهل حداثة، سواء قلنا أن الحداثة صفة لأفراد البشر أم هي صفة من صفات المجتمعات الإنسانية أم هي صفة للمراحل الزمنية. نحن نحتاج إلى إحداث نقلة نوعية في المجتمع من أجل بلوغ أفراده حياة جديدة متطورة بوسائلها ومفاهيمها، ونعتقد بأنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر إصلاح وتغيير الفكر، إذ هو الطريق الرئيس وقد يكون الوحيد لبلوغ الحداثة. فنحن أمام مسؤولية استبدال الفكر الديني الماضوي التاريخي القديم المتمثل في فقه قرون لا تنتمي إلى قرننا الراهن بفكر جديد. نعتقد كذلك بأن سفينة الحياة في مجتمعاتنا العربية والمسلمة تبدو وكأنها راسية في وسط الطريق بين القديم والجديد، فمعظمنا اختار وسائل الحداثة دون أسسها ونظرياتها ومفاهيمها، في حين أن أصل أي تطور وأساس أي تغيير هو المضي نحو الجديد والاستفادة من القديم بما يخدم هذا الجديد. إن عرض التاريخ لحالة من النقد الصارم هو ضرورة من ضرورات الحداثة من أجل تجنب أي فراق بين الوسائل والمفاهيم. في الواقع إن بلوغ البشرية المستوى الرفيع من التطور والمستوى الباهر من التغير جاء بسبب ولادة جملة من المفاهيم التي ساهمت في إنتاج الحداثة وعملت على ظهور وسائلها، وهو بما أوجد من ابتكارات في جميع مجالات الحياة. وهذا الأمر لم يكن ليتحقق لولا الثورة المفاهيمية التي جرت في عصر التنوير في أوروبا والتي هزت العالم ولا تزال، وأحدثت زلزالا من التطور في جميع المناحي. ويأتي على رأس نتاجات تلك الثورة ذلك الفصل الموجع
لرجال الدين التقليديين التاريخيين والمدرسة الدينية التاريخية ما بين العقل الديني والعقل الطبيعي. فقد جاء رواد أوروبا التنويريون ليضربوا وصاية رجل الدين، وجاءوا ليحرروا العقل الطبيعي من أسر الفهم الديني، ويطلقوا العنان لتغيير ما يسمى بالثوابت المادية والمفاهيمية. وقد تجاوزت أقدامهم ما كان يعتبر خطا دينيا أحمر، وكانت إحدى نتائج ذلك ظهور مفهوم الحرية الجديد القائم على ركيزة حقوق الإنسان. ومن غير المعقول أن يدعي أنصار الدين التقليدي التاريخي احترامهم لحقوق الإنسان في حين أنهم لا يزالون يشرعنون لانتهاك حقوق الفكر والتفكير وحقوق المرأة وحقوق غير المسلم، ويمارسون الإرهاب ويستسهلون قتل المدنيين. فتلك الانتهاكات قبل كل شيء انتهاك لحقوق الإنسان وتعدي على الفطرة البشرية. أننا في مركز الحوار نعتقد أن من أسباب عدم التزام أنصار الدين التقليدي التاريخي بما جاء في المفهوم الحديث لحقوق الإنسان هو ما تدعيه تلك الثقافة من احترام ثانوي بدستور الدولة التي يعيشون فيها، بل في كثير من الأحيان يطالبون بعدم الاعتراف بالدستور، إذ يعتبرونه علمانيا ووضعيا، ويسهلون عملية تجاوزه إذا ما أثبت مخالفته لفهمهم للشريعة. لذلك نسمع بين فينة وأخرى فتاوى لجماعات دينية تعكس التباين مع دستور الدولة، والأمر الذي يؤدي إلى نوع من الازدواجية في التعامل مع قوانين المجتمع، كفتاوى الجهاد لمحاربة الكفار، وفتاوى تشريع العنف لتغيير بعض الممارسات الأخلاقية، وأخذ النصائح والتوجيهات من شيوخ الدين حتى لو تضارب ذلك مع القوانين العامة. إن مركز الحوار كان يهدف من خلال تنظيم محاضرتي الأستاذ دكتور نصر حامد أبو زيد إلى توضيح الجانب الخفي في العلاقة المثيرة بين الدولة الدستورية والإصلاح الديني، وتركيز الضوء على مستقبل حقوق المرأة في ظل سيطرة الفكر الفقهي على الدين والمجتمع. عسى أن يكون ذلك مدخلا لتنوير المجتمع، وهذا ما لم يحدث للأسف الشديد. أشكركم على حسن استماعكم. دقيقة أخواني. أيها الإخوة الأفاضل، أيها السيدات والسادة، يعني يسعدني أن ألتقي بكم حتى لو كان اللقاء عبر. كنت أتمنى أن أكون وسط هذا الدفء العميق، لكن شاءت إرادة عبثية ألا أكون. قرار اتخذه مسؤول، لا أدري بالضبط مكانة هذا المسؤول، أهو وزير أم هو وكيل وزارة أو هو مدير إدارة، هذا كله ليس هاما، إنما هو قرار اتخذه مسؤول هو في الواقع غير مسؤول، ذلك أنه قرار بسحب قرار. القرار المسحوب هو قرار منح المواطن المصري العربي نصر حامد أبو زيد تأشيرة الدخول لوطنه الكويت. القرار الساحب هو منع المواطن المصري العربي نصر حامد أبو زيد من دخول الكويت. هذا أمر مضحك، وكنت أتمنى أن أكون معكم حتى تروا الابتسامة الواضحة على وجهي. هذا قرار سحب قرار، وهذا القرار كما قلت في بعض الصحف أضعه، وأنا أكرر الآن، هذا القرار أضعه تحت حذائي، ذلك أنه قرار سياسي ناتج عن الخضوع للابتزاز والضغوط. من حق أي جماعة ومن حق أي أفراد أن يعترضوا على دخول مواطن إلى بلده، من حق أي جماعة أن تعترض على فكر ما، لكن أن يرضخ مسؤول لهذا الاعتراض، نحن الآن دخلنا نفق مظلم. هذا النفق المظلم يستدعي سؤال: من الذي يملك أوطاننا؟
من هنا فإن خصومتي ليست مع الذين يرفضون حضوري، خصومتي مع الذي منحني التأشيرة ثم سحبها بلا إبداء أي أسباب. تذكرني هذه القصة المضحكة، وأنا أقول المضحكة وأرجو أن تبتسموا معي. هذه القصة المضحكة تذكرني بشيء حدث للباحث طارق رمضان. إن كنتم لا تعرفون طارق رمضان فهو باحث مصري ولد في سويسرا وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة سويسرية، وهو مواطن سويسري. كان قد حصل على فيزا لدخول الولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة سنوات، لأنه كان قد عين أستاذا في جامعة نوتردام في أمريكا، ثم قررت الإدارة الأمريكية سحب الفيزا من الدكتور طارق رمضان، لكنها أعطت أسبابا، سواء كنا نتفق مع هذه الأسباب الغبية من الإدارة الأمريكية أو نختلف معها، فإنها أعطت أسبابا على الأقل. القرار الذي منعني من الالتقاء بكم لم يعطي أي أسباب، وهذه هي المفارقة بين مجتمعات ربما تتشابه في درجة غباء إداراتها، ولكن على الأقل تحترم الناس وتبرر القرار، لكن في مجتمعاتنا لا يحترمون الناس ولا يبررون القرار. لماذا هذا الأمر مضحك؟ ولماذا هذا الأمر يعد من المساخر؟ لأننا نعيش في عالم الآن قد زالت فيه الحدود. يعني لم أستطع أن ألتقي بكم بوجهي، ولكني ألتقي بكم بصمتي بصوتي. لا يدور هذا ولم يدر هذا بخلد الذين اعترضوا ولا بخلد صاحب القرار، أن الناس تتواصل، وأننا في عصر أصبح التواصل فيه خارج حدود القوانين التي توضع وخارج حدود الأسوار التي تقام. أنا سعيد بأن ألتقي بكم، وأريد أن أشكر المنتدى وكل الإخوة الأفاضل في هذا المنتدى، وأريد أن أوجه الشكر لبعض الرجال في المطار شركة طيران الذين حاولوا على قدر الإمكان أن يجعلوا الساعات التي قضيتها في المطار ساعات طيبة. أنا أريد أن أشكرهم جميعا، ولهذا يعني أريد أن أكرر مرة أخرى انتمائي المصري العربي. في البداية أردت أن أقول مرحبا بكم من القاهرة وأنا في بيتي، وطبعا أفتح قوس إذا قلت مرحبا بكم من القاهرة بهذه النبرة الإذاعية، أفتح قوس وهو قوس خاص بتحليل الخطاب. عادة حين يقول الناس مرحبا بكم بالقاهرة يقولون قلب العروبة الناضد، وهذه هي شراك اللغة. اللغة أيضا لها شراك، لها يعني مشكلات، إذا لم نكن واعين باستخدام اللغة يمكن اللغة أن تسحبنا إلى شراكها. ومن هنا حين أقول مرحبا بكم في القاهرة وأنتم ترحبون بي في الكويت، لا أريد أن أقع في شراك اللغة، وأقول ما يمكن أن يقوله كل من يقع في شراك اللغة. القاهرة نفتح قوس قلب العروبة الناضد، العروبة في كل مكان وأصبح لها أكثر من قلب. قلب العروبة الناضد هو المثقفون العرب الذين يتجاوزون حدود الزمان وحدود المكان، ويتواصلون مع ماضيهم القريب ومع ماضيهم البعيد تواصلا نقديا بناء، لا تواصلا قائما على التقليد والتكرار والإعادة بلا إفادة. ما هو الدرس الذي يمكن أن، لأنني أريد أن أمضي هذه النقطة سريعا، ما هو الدرس؟ الدرس هو أننا يجب أن نعي أن هناك هذا الزواج الكاثوليكي بين السياسي والديني في مجتمعاتنا. ليس فقط أن الخطاب الديني يحول الدين إلى سياسة، وإنما أيضا أن الخطاب السياسي يحول السياسة إلى الدين.
منذ فترة طويلة جدا، وفي كتابي نقد الخطاب الديني قلت ذلك بشكل واضح وصريح. الخطاب السياسي والخطاب الديني قد يختلفان في المفردات، قد يختلفان في بعض المفاهيم، ولكن في بنيتهما العميقة كخطاب ينطلقان من منطلقات ثابتة واحدة. لماذا التضحية بالمثقف؟ لماذا حين حاول هذا السياسي أن يرضخ للابتزاز وأن يرضخ للضغط حرصا على منصبه، حرصا على كرسيه المزور، هكذا قال الكندي وهكذا قال ابن رشد، الذين يحرصون على كراسيهم المزورة، لماذا يكون التضحية بالمثقف؟ هل لأن المثقف في مجتمعاتنا العربية هو كما نقول في مصر ابن البطة السوداء؟ هل هو النقطة الضعيفة؟ أعتقد أيضا أن هذا سؤال مهم. لماذا المثقف؟ لماذا المثقف هو دائما المستهدف؟ لماذا المثقف هو دائما ما يمكن التضحية به؟ طبعا من خلال خبرتي ومن خلال حياتي أستطيع أن أعطي نماذج كثيرة جدا جدا، من أول رفض جامعة القاهرة لترقيتي إلى درجة أستاذ عام 1993 الذي دار بخلد رئيس الجامعة آنذاك، يعني ما هذا الأمر، يعني هذا أستاذ منع من الترقية يمكن أن يرقى في الدورة الثانية، ولكننا لا نريد أن نتعرض لضغوط وابتزازات الجماعات الإسلامية داخل الجامعة إلى هكذا. هكذا يمكن أن يتم القضاء على كل القيم، التفكير الحر، الحرية الأكاديمية، حرية البحث، يتم التضحية بها من أجل مخاوف المسؤول على كرسيه المزور، ذلك أن رئيس الجامعة في مصر تعينه الدولة، يعينه النظام السياسي، وهو ينتمي إلى النظام السياسي أكثر مما ينتمي إلى المؤسسة التي يترأسها. لماذا المثقف؟ هذا سؤال أيضا علينا أن نتأمله، علينا أن نعيد النظر في منظومة نقدنا للتيارات الفكرية والتيارات السياسية والتيارات الدينية في مجتمعاتنا. أساليب الضغط والابتزاز هي التكفير، والتكفير يمكن أن يكون تكفيرا دينيا ويمكن أن يكون تكفيرا سياسيا، وسأتعرض لهذا التكفير السياسي الذي يستخدم مفردات أخرى. الفرق بين أساليب الضغط والابتزاز وأساليب التنوير هو أن أساليب الضغط والابتزاز تركز على التكفير، والتفكير والتكفير نبل، إقصاء، عزل، قتل. أساليب التنوير تعتمد على التفكير، وقلت مرارا أن الفرق بين التكفير والتفكير وهما يرتدان إلى جذر لغوي واحد، كفر وفكر، ربما هو فقط يعني استبدال المكان الكاف إلى الفاء ومكان الفاء إلى الكاف. إلى هذا الحد الفرق بين التفكير والتفكير لغوي. طبعا هذا مضحك إذا اعتمدنا على التحليل اللغوي. الفرق بين التكفير والتفكير فارق هائل، أن التفكير مساحة للاختلاف، مساحة للأخذ والرد، مساحة للاستماع والإنصات، ومساحة لتعديل الرأي. في التفكير ليس هناك آخر بمعنى خصم وعدو، منبوذ، مقصى، يقتل. في التفكير هناك دائما المساحة في تأمل أفكار الآخر. في التفكير حتى داخل الفكر الفقهي، الفكر الفقهي الذي ينتسب له هؤلاء الذين يتصورون نفسهم داخل إطار الفكر الفقهي، داخل إطار الفكر الفقهي رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.
أين هذا التفكير الفقهي الكلاسيكي من التفكير الفقهي الراهن؟ هذا فارق أيضا بين المعرفة وبين ظلال المعرفة، هذا فارق بين العقل في حيويته، النشاط الفكري في حيويته، وبين النشاط الفكري حين يقوم فقط بتلخيص المقولات دون أن يدرك من أين أتت هذه المقولات وما هي بذورها الفكرية. أسلوب الضغط والابتزاز هو التفكير داخل الصندوق، صندوق مغلق يبدو فيه كل شيء واضح مع أن كل شيء فيه مظلم. أساليب التنوير تفكير خارج الصندوق، تفكير يتخطى المقولات الثابتة، لا يعترف بالخطوط الحمراء، لأن الخطوط الحمراء من صنع بشر وضعوها عبر التاريخ وفي فترات متتالية من التاريخ. التفكير داخل الصندوق والتفكير خارج الصندوق هو الفرق الأساسي بين أساليب الضغط والابتزاز التفكير وبين أساليب التنوير التفكير. في تاريخنا الحديث سأتعرض بسرعة إلى هذا، لأني أريد أن أعطي فكرة عن موضوع المحاضرة التي كان المفترض أن أقوله. يعني أنا مغرم بإعطاء يعني بعض القصص، يعني في الصراع بين اللغوي وبين الشاعر، بين عالم اللغة وعالم النحو والشاعر، ندرك التفكير داخل الصندوق والتفكير خارج الصندوق. اللغوي النحوي يرى اللغة مجموعة من القواعد الصارمة لا يمكن الخروج عليها، بينما الشاعر يمتلك اللغة، الشعراء أمراء اللغة، الشعراء أمراء الكلام، الشاعر هو الذي وضع قواعد اللغة، وبالتالي لا يمكن للشعر أن يخضع لقواعد اللغة. ومن هنا كان اللغويون يتصيدون أخطاء الشعراء. هنا سأعطي نموذج مضحك للغوي عبد الله بن إسحاق الحضرمي وهو يتصيد أخطاء الشاعر بشار بن برد، حتى أن بشار ضاق ذرعه بهذا اللغوي الذي يفكر داخل الصندوق، فكتب فيه بيتا هجائيا قال فيه: ولو كان عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولى الموالية. فما كان من النحو إلا أن قال له: أخطأت ثانية، على ما نصبت مواليا. كان المفروض حسب قواعد اللغة أن يقول: ولكن عبد الله مولى الموالي وليس الموالية. فقال له: على ما نصبت مواليا. قال له الشاعر: على ما يسوءك وينوءك. لأن الشعر مرتبط بالإيقاع، والإيقاع جزء من قواعد اللغة. ولا أريد أن أعطي نماذج من القرآن الكريم من أجل الإيقاع والحفاظ على بنية الإيقاع تم التضحية بالعلامة النحوية أو العلامة اللغوية. الفقه بشكل عام حين دخل مرحلة الاكترار وحين دخل مرحلة الإعادة بلا إفادة، عاد كل أنماط الفكر في الثقافة العربية الإسلامية الكلاسيكية. الفقهاء عادوا الصوفية ولم يحبوا لغتهم ولم يحبوا تجاربهم، واتهموهم اتهامات شتى ليس أقلها أنهم قد أسقطوا الشريعة، وهذا ليس صحيحا. عاد الفقهاء المتكلمين، عاد الفقهاء الفلاسفة، وقصة ابن رشد مع فقهاء الأندلس معروفة. ما هو الدرس الذي يمكن أن نخرج به من هذا التعليق السريع على ما حدث؟ ماذا يفعل المفقه حتى لا يعامل معاملة ابن البطة السوداء أو ابن البطة العرجاء كما نقول في الأمثال المصرية العامية؟ المثقف يجب ولن أمل من تكرار هذا، أن يحافظ على استقلاله، لأن السلطة السياسية والسلطة الدينية في مجتمعاتنا كلاهما يحاول أن يأخذ المثقف إلى جانبه باسم الحرب على الإرهاب. أنا أتحدث هنا ليس عن الحرب العالمية على الإرهاب، وإنما الحرب على الإرهاب
داخل مجتمعاتنا باسم الحرب على الإرهاب. يعني تم تجنيد المثقفين لمساندة الأنظمة، وفي هذه المساندة ضد الحرب على الإرهاب لم ينتج المثقف معرفة حقيقية بأسباب نشوء الإرهاب في مجتمعاتنا، ولم يستطع المثقف أن يرى ما تمارسه السلطة السياسية من إرهاب ضد المواطنين في جميع المستويات وعلى جميع الأصعدة. المثقف في رأيي يجب أن يكون حارس قيم لا كلب حراسة. حارس قيم بمعنى حتى لو النظام السياسي في بلدي وفي وطني الذي أنتمي إليه تبنى الأفكار التي أؤمن بها كاملة، يجب علي دائما أن أحافظ على هذه المسافة المعرفية. هذه المسافة المعرفية تجعلني حارس لهذه القيم، لأن القيم في تطبيقها السياسي تصاب بكثير من التلوث. سأعطي مثالا من التاريخ الذي نعرفه جميعا، قضية خلق القرآن والمحنة التي خلقها النظام السياسي على أيدي المعتزلة المفكرين العقلانيين ضد غير المعتزلة. هذه قضية يجب أن نتعلم منها الكثير، لأن السلطة السياسية في ذلك الوقت المأمون أرادت أن تجمع قوة الدين مع قوة السياسة في يديها. وأنا حين أقرأ في كتب الطبري في التاريخ بعض المناطق التي تكشف عن الظلام المهيمن على هذه القضية، يجعلنا نعيد النظر في مسألة المأمون المفكر المتفتح العقلاني إلى آخره. بالصدفة أقرأ في تاريخ الطبري فوجدت أنه في حالة تبادل الأسرى بين الدولة العباسية وبين الدولة البيزنطية، تبادل أسرى الحروب، كان يتم امتحان الأسرى المسلمين حول خلق القرآن. كان لابد للأسير الجندي المسكين لابد أن يمتحن، فإذا قال أن القرآن مخلوق يمكن للدولة أن تدفع الفدية إذا لم يكن عندها أسرى. كان يحدث هذا حين يزيد عدد أسرى الجنود المسلمين على عدد أسرى الجنود من الدولة البيزنطية. ما هذا بالضبط؟ لم تصبح المسألة هنا مسألة فكر، وإنما مسألة استخدام السلطة لمقولة ربما على درجة عالية من الأهمية. هذا النقاش الذي دار بين المعتزلة وبين خصوم المعتزلة حول خلق القرآن هو نقاش في العمق من قضايا يجب أن يعاد النقاش حولها. لكن حين استخدمت السلطة السياسية في عصر المأمون هذه القضية لكي تمتحن كل الفقهاء وكل القضاة، استخدمت الدولة هذه المقولة الفكرية كسلاح لسيطرة الدولة السياسية. طبعا كان من الطبيعي ومن المتوقع بعد عدة أجيال في عصر المتوكل أن ينقلب الحال. انقلبت الدولة على نفسها، غيرت الدولة قناعاتها، وبالتالي ما كان مضطهدا بالأمس صار مضطهدا اليوم، وما كان في الأسل أمس أصبح هو الحر اليوم. هذا درس، وهذا يحدث الآن في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، يحدث ذلك. وبالتالي المثقف يجب دائما أن يقف على هذه الأرض من الاستقلال. حين يدافع المثقف عن الحرية يابد أن يدافع عن حرية الجميع بلا استثناء. حين يدافع المثقف عن حقوق الإنسان لابد أن يدافع عن حقوق الإنسان بلا استثناء. على المثقف أن يخرج من عزلته، أي من عزلة أهل الحل والعقد. أذكر وأنا أعيش في مدينة 6 أكتوبر خارج القاهرة أنه في ذلك الوقت كانت يعني الحقوق الإنسان ومؤسسات حقوق الإنسان مهتمة بما حدث في الجامعة،
في المدينة التي أسكن فيها كان يتم القبض على العمال بدون إبداء أي سبب، لأن مسكن أحد الضباط قد سرق، وبالتالي يلجأ قسم الشرطة إلى القبض على جميع العمال الذين يأتون من القاهرة للعمل في مدينة 6 أكتوبر. لم يكن أحد يدافع عن هؤلاء العمال. وحين حضرت إحدى الاجتماعات الدفاع عن حقوق الأكاديمية أنا قلت هذا الكلام، قلت لا تدافعوا عن حقوق الأكاديمية فقط بينما الحقوق الأساسية للمواطنين مهدرة. حقوقنا كمثقفين لا تنعزل ولا يجب أن تنعزل عن حقوق أدنى مواطن في أدنى بقعة من العالم العربي. إذا عشنا بهذا الإحساس بالصفوة، هذا الإحساس بأننا فوق البشر، بأن لنا ميزات لأننا نعمل بالفكر، هذا خطأ يجب أن نتحرر منه. الفكر عمل، والرجل الذي ينظف الطريق يعمل، هذا عمل وهذا عمل، وإيجادة هذا العمل لا تقل عن إيجادة هذا العمل الذي يسمى الفكر. الفكر عمل، الفكر ليس ميزة. كوننا مثقفون وكوننا نفكر وكوننا نؤلف كتبا وكوننا نتمتع لأن هناك قنوات يمكن أن تعبر عنا، لا يجب أن تكون ميتا. الدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المواطن يجب أن تكون في القلب من دفاعاتنا، وألا يكون هناك أي مهادنة في هذا الدفاع. هذه كلها كانت مقدمة، والآن أريد يعني إذا سمحتوا لي وإذا سمح الوقت أن يعني أعطي يعني ملخص شديد التلخيص على ما كنت أنوي أن أقوله في المحاضرة عن الخطاب الديني المعاصر، تجديد الفكر الديني أو إصلاح الفكر الديني أيا كانت التسمية في الدولة الدستورية. وأبدأ بمسألة لا تحتمل النقاش حولها، الدولة الدستورية، الدولة التي تعيش طبقا للدستور وتنظم حياتها طبقا للدستور، هي بالطبيعة أو بالتبعية دولة القانون. هذه الدولة ليس لها دين ولا يجب أن يكون لها دين. الدين هو أمر المجتمعات وليس أمر الدولة. هذه طبعا مسألة من المسائل، الخط الأحمر، كيف ننقي دساترنا من هذه الفقرة التي تقول الدين الإسلامي دين الدولة، خاصة في الدولة المتعددة الأديان. ربما أضع المسألة في شكل كاريكاتيري، الدولة لا تصلي، الدولة لا تصوم، الدولة لا تذهب إلى الحج، الدولة لا تدفع الزكاة، الدولة هي دولة المواطنين. فإذا كان للدولة دين فمعنى ذلك أن المواطنين الذين ينتمون إلى دين غير دين الدولة هم بالضرورة مواطنون من الدرجة الثانية. الأدهى من ذلك أن المواطن الذي ينتمي إلى نفس الدين وله رأي مخالف واجتماع واجتهاد مغاير لمؤسسات الدولة وما يحيط بمؤسسات الدولة في الفكر الديني أيضا يتعرض للخطر. هذه أمور لا يجب أيها الزملاء والأعزاء يعني أن نتردد فيها. ليس هذا فصلا للدين عن المجتمع، أن الدولة ليست هي المجتمع. المجتمع يستمر، المجتمع يعيش، المجتمع يدخل في التاريخ والدولة تتغير. ليست الدولة أيضا هي النظام السياسي. كيف نميز بين الدولة والنظام السياسي وبين المجتمع؟ وكيف نتقبل مجتمع تتعدد فيه الديانات وتتعدد فيه الأعراف وتتعدد فيه الثقافات وتتعدد فيه الاجتهادات دون أن يخل ذلك بتخيل أو تصور ما يسمى وحدة الدولة؟ المشكلة نراها في كل مكان.
إذن إذا أردنا فعلا تجديد الخطاب الديني أو إصلاح الخطاب الديني، هذه مقدمة أولى. ليس معنى ذلك، وأنا هنا أضع أيضا، ليس معنى ذلك ألا نسمح لجماعات بإنشاء أحزاب. يعني في 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 بعض دساتير بعض دولنا مسائل في الواقع هي نوع من الهلهلة. يعني الدستور المصري، وأنا حضرب مثل من الدستور المصري حتى لا أتهم، الدستور المصري ينص على أن الإسلام دين الدولة، وعلى أن مبادئ الشريعة هي أساس التشريع، وهذا بالضبط ما يطالب به الإخوان المسلمين. فهو الفرق بين دستور الدولة وبين دستور الإخوان المسلمين، لا فرق. ينص في نفس الدستور على أنه لا يجوز إقامة أحزاب على أساس ديني. إذا كانت الدولة تقوم على أساس ديني، فكيف لهذه الدولة أن تمنع قيام أحزاب على أساس ديني؟ نحن نتحدث على هذه التناقضات التي تجعل الدستور كأنه رقعة من ثوب مهلهل. كل هذا يحتاج إلى تفكير، يحتاج إلى نضال المثقفين المستقلين، حراس القيم، مرة أخرى حراس القيم وليس كلاب الحراسة. إذا أردنا تجديد الخطاب الديني أو إصلاح الخطاب الديني، طبعا التمييز بين الخطاب الديني وبين الدين هذا أمر لا يحتاج إلى يعني كلام كثير فيه. لكن المشكلة أن الخطاب الديني المعاصر يعتبر نفسه هو الدين، يعتبر أن مقولاته، وهناك جرأة عجيبة في هذا الخطاب الديني حين يقول المعلوم من الدين بالضرورة هو كذا وكذا وكذا وكذا، أن هذا أمر مجمع عليه. أنا أريد أن أميز في الخطاب الديني المعاصر حتى نستطيع أن نقترح روشتة للعلاج بين الأعراض وبين المرض. الأعراض كثيرة، ويمكن أن يعني نمضي ساعات في الحديث عن هذه الأعراض. هو بامتياز هذا الخطاب الديني الشائع والمسيطر والمهيمن. طبعا هذا لا يعني أن ليس هناك أصوات هنا وهناك أصوات عاقلة، لكن أنا أتحدث عن الخطاب المهيمن المؤثر، هو خطاب ضد الآخر بامتياز. يستوي في ذلك أن يكون الآخر في الدين المسيحي، اليهودي، البهائي، الملحد، هذا آخر يستحق القتل، أو يكون الآخر في الملة، الشيعي، السني، أو يكون الآخر في الجنس، المرأة، أو يكون الآخر في الرأس، الردة، أو في المنع. الإبداع هو الآخر أيضا، الإبداع بدعة. وأنا لا أريد أن أذكر الحالات، أريد أن أذكر حالة المطربين والفنانين والرسامين والشعراء الذين صدرت قصائدهم. إذن هو خطاب ضد الآخر ممتاز، هو خطاب إقصائي. المرأة هي الآخر، المرأة التي لم يذكر القرآن شيئا عن إغوائها لآدم وعن مسؤوليتها عن هذا الإغواء، لكن هذا الإغواء المأخوذ من التراث اللاهوتي التوراتي قد تم استيعابه كلية في التفسير. هذه هي الأعراض. ما هو المرض؟ أستطيع أن أضع المرض في النقاط الآتية: هيمنة الرؤية الفقهية للعالم. أنا أشرت إلى رؤى مختلفة، رؤى متكاملة. الرؤية الصوفية للعالم تختلف عن الرؤية الفقهية للعالم، الرؤية اللاهوتية للعالم تختلف عن الرؤية الفقهية للعالم. الرؤية الفقهية للعالم تتعامل مع الإنسان باعتباره مقيداً، باعتباره الإنسان المكلف،
المقيد بقيود الحلال والحرام، وقد تم في الفكر الفقهي المعاصر اختصار المساحة المباح، لأننا هناك الحرام وهناك الحلال وهناك المكروه وهناك المباح، كل هذا دخل، المكروه دخل في الحرام والمباح تم اختصار مساحته إلى حد كبير نتيجة الأسئلة. الآن أصبحنا نعيش مؤسسات الفتوى، مؤسسات الفتوى تجعل المواطن يسأل، المواطن الذي كان يعرف منذ 40 سنة كان يمارس حياته دون أن يضطر للسؤال عن كل التفاصيل ودون أن يطلب فتوى في كل تفصيلة من تفاصيل الحياة، أصبح الآن يسأل في كل تفصيلة من تفاصيل الحياة. أصبحنا نسمع أشياء مضحكة، ومبكية في الوقت نفسه. هذه الرؤية الفقهية للعالم ليست هي الرؤية الوحيدة في القرآن، القرآن هو رؤى للعالم، رؤى للعالم متضافرة في رؤية للعالم تحتاج إلى اكتشاف لم يكتشف حتى الآن. ذلك أن تاريخ التفسير اعتمد على البدء من سورة الفاتحة والانتهاء بسورة الناس وتفسير القرآن تجريبيا، حتى أن بعض الفقهاء يقولون أن نهاية الآية قد نسخت أول الآية. طبعا لا أريد أن أدخل في البنية المعرفية لعلم الفقه، البنية المعرفية التي تضع القرآن والسنة ثم تضع الإجماع والقياس على كل الخلاف بين كيف نفهم القرآن، هذا سؤال. الفقه التقليدي قد وضع مستويات للمعنى ومستويات للدلالة، الفقه الحديث لا يدري عنها شيء. ليس هناك من معنى واضح، يعني ما يسمى ما هو معلوم من الدنيا بالضرورة ليس عند الفقهاء الكلاسيكيين معلوما من الدين بالضرورة كما يقول الناس الآن. طبعا تاريخ تكون نظرية الفقه، تاريخ تكون علم أصول الفقه اللي هو النظرية القانونية في الفقه الإسلامي يحتاج إلى إعادة دراسة. كيف تكونت هذه المنظومة الفكرية وعلى أي أساس تكونت هذه المنظومة الفكرية؟ في تاريخ الفكر الإسلامي كما قلت تم تهميش الرؤى الأخرى، الرؤية اللاهوتية، علم الكلام، الفكر الفلسفي، الفكر الفلسفي. بينما في القرآن الكريم نجد أن هذه الرؤى سواء كانت عالم فلسفي، عالم صوفي، روحي، أخلاقي، ممزوجة مزجا عميقا بالعالم التشريعي في القرآن. يعني بحسب الإحصائيات التي قالها الغزالي الإمام أبو حامد الغزالي ليس في القرآن أكثر من 500 آية تشريعية، هذا يساوي 12% من القرآن. باقي القرآن مستبعد من هذه الرؤية الفقهية للعالم، ويجب ونحن ننظر الآن إلى كلية القرآن أن نعيد النظر في هذه الرؤية الفقهية للعالم. هذا أمر يحتاج إلى 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 دراسات ودراسات، بعضها قمنا به وبعضها لم نقم به. أزمة الحداثة، أزمة الحداثة خلقت أزمة الهوية. الحداثة كما سمعت في التقديم الرائع لأخي الكريم الأستاذ طالب هي ثورة في الفكر وثورة في العقل وتغير كامل فيما يسمى البارادايم. العالم الذي كان مركزه المقدس أصبح مركزه الإنسان، كل هذا غير من مفاهيم كثيرة. ولولا الإصلاح الديني الذي بدأ في القرن 15 والقرن 16، هذا الإصلاح الديني الذي أدى إلى نمو النزعة الفردية، ونمو النزعة الفردية أدى إلى مزيد من حرية الفكر، وهذا أدى إلى تطور العلم، وتطور العلم ثورات وراء ثورات وراء ثورات، ونحن لم نمر بأي ثورة من هذه الثورات. الحداثة جاءتنا من فوق، مرتبطة بالغرب، مرتبطة بالحامل الاستعماري لهذه الحداثة، ومن هنا خلقت هذه الحداثة أزمة هوية.
في فترة مبكرة جدا تم قبول ثمرات الحداثة التكنولوجيا. اشترينا الأسلحة من الغرب، محمد علي مشروعه كله كان إقامة جيش حديث. فقد لبسنا قصة الحضارة والروح الجاهلية. إذن قبلت ثمرات الحداثة دون الأساس الفكري للحداثة. في دراسات كثيرة بينت كيف تم قبول الحداثة على أساس الاحتماء بالتراث، وشرط قبول الفكر الحداثي كان دائما مرهونا بالتراث، لكن التراث الذي قدمه المفكرون الأوائل كان هو التراث العربي الإسلامي العقلاني، تراث المعتزلة وتراث ابن رشد. في البداية تمت إعادة فتح باب الاجتهاد، شاه ولي الله في الهند ورفاع رافع الطهطاوي في مصر والسيد أحمد خان، إعادة فتح باب الاجتهاد ونقد الإجماع والبحث عن إجماع جديد، وأن هناك أصبح هناك جيل جديد من العلماء. الاستجابة لتحدي العقلانية يمكن أن نقول أن محمد عبده هو الذي قدم هذه الاستجابة لتحدي العقلانية. تفسير محمد عبده تفسير يحتاج إلى قراءة، وهو لا يقرأ في الأزهر على أي حال. محمد عبده غائب، غائب في أفق الفكر الديني المعاصر. تحرير المرأة، خطاب تحرير المرأة، النقد الديني لمفهوم الخلافة علي عبد الرازق، إعادة قراءة التاريخ الإسلامي العبادي وأحمد أمين وطه. إذن رد الفعل الأول للحداثة كان هو تحديث الفكر الإسلامي، لم يكن عزل الفكر الإسلامي عن الحداثة، وإنما كيف يمكن أن نستعيد الفكر الإسلامي ونحدث الفكر الإسلامي لكي يتقبل قيم الحداثة، سواء كانت هذه القيم هي العلم أو المؤسسات السياسية أو المساواة وكل هذه القيم. طبعا العلاقة بين العالم الإسلامي والعالم الغربي مر بمنحنيات كثيرة، وأنا أريد هنا أن أؤكد أن محاولة الفهم والتفسير لا تعني التبرير. إنه في تحليلات بعض المثقفين كثيرا ما يختص التفسير بالتبرير. لا شك أن هذه العلاقة الملتبسة مع الغرب خلقت كثير من الإشكاليات، وهذا هو الذي يعني كان أحد العوامل التي أحدثت التحول في الفكر التحديثي. رشيد رضا يقف هذه المنطقة، رشيد رضا يقف هذه المنطقة بين محمد عبده وبين الإخوان المسلمين. رشيد رضا عاش أزمات عالم الإسلامي التي لم يعيشها محمد عبده. رشيد رضا عاش أزمة إلغاء الخلافة، الصراع حول الخلافة في العالم العربي. سعي كل الحكام العرب أو معظم الحكام العرب لكي يكونوا خلفاء. تأسيس الإخوان المسلمين 1928، وعلى بند الإخوان المسلمين الأول أسلمت المجتمع، وهذا هو الفرق الكبير بين تحديث الفكر وأسلمت المجتمع. هذا يعيدني إلى ما ذكرته في البداية بين الفكر وبين التغيير بالقوة. إذا أردت أن تعيد أسلمت المجتمع تحتاج إلى القوة، إذا أردت أن تعيد تحديث الفكر تحتاج إلى الفكر. وبالتالي مع وجود هذه الضغوط على المجتمعات العربية لقبول الديمقراطية إلى آخره، كثير من الإسلاميين قد قبلوا فكرة الديمقراطية، لكنهم لم يتخلوا عن فكرة القوة، لم يتخلوا عن فكرة الضغط على المجتمع ولا الضغط على الأنظمة السياسية المهترئة. الضغط على الأنظمة السياسية المهترئة من أجل تحقيق أهدافه. الوضع في الهند معروف، محمد إقبال هو أول من دعا إلى إقامة مجتمع خاص بالمسلمين وانفصال مسلمي الهند عن غير المسلمين. فكر المودودي هو نوع من الامتداد لبعض جوانب فكر محمد إقبال. يمكن أن نعمل مقارنة بين محمد إقبال ومحمد عبده
وكيف تم أخذ الجانب الإيديولوجي في فكرهم وتطويره على أيدي في حالة الهند أبو الأعلى الموجودي وفي حالة مصر رشيد رضا، حتى وصلنا إلى سيد قطب والجاهلية الجديدة. المثقف مرة ثانية، شهدت مصر التحول من اليسار إلى اليمين ومن الشيوعية إلى الإسلامية. وفي ذلك الوقت قلت وأقول دائما، النبي عليه الصلاة والسلام له مقولة: خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام. يعني الخير لا يرتبط بالانتقال من أفق إلى أفق آخر، الخير كائن في طريقة التربية، طريقة التنشئة، طريقة الشخص. الذين انقلبوا من اليسار إلى اليمين ومن الشيوعية إلى الإسلامية هم كانوا متعصبين داخل اليسار، وكانوا متعصبين داخل الشيوعية، وكانوا يمارسون التكفير داخل اليسار ويمارسون التكفير داخل الشيوعية. التكفير داخل الشيوعية انحراف، ولكن الرفيق منحرف. رفيق منحرف تساوي كافر. ما بعد الطبية الجماعات الإرهابية. إذن الانتقال من تحديث الفكر إلى أسلمة الحداثة هو انتقال تم عبر متغيرات سياسية يجب أن نفهمها، لا لكي نبرر بها هذا الذي حدث. يجب علينا المثقفين تفكيك مقولات الخطاب الديني وثوابت. أحد هذه التفكيكات لا اجتهاد فيما فيه نص، وفي هنا يعني مخادعة دلالية ماكرة، لأن كلمة نص في هذه العبارة، وهذه عبارة صحيحة في أصول الفقه، لا اجتهاد فيما فيه نص. كلمة نص معناها أحد مستويات الدلالة في الخطاب القرآني، وهو مستوى موجود إلى جانب مستويات أخرى، المجمل والمحتمل والغامض والمتشابه. ويقول الفقهاء جميعا: والنصوص عزيزة. النص هو العبارة الواضحة وضوحا بينا يفهمه أي شخص يفهم اللغة العربية. وهذا ما يقال عن الحج في حالة عدم وجود يعني 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة، ما فيش مجال حتى لأن الإنسان يجتهد ويجمع 3 على 10 حتى لا يخطئ فيها. النصوص عزيزة. حين يقول لنا الخطاب الديني الآن لا اجتهاد فيه نص فيما فيه نص، وهو يخطب نص مجمل القرآن ومجمل السنة، هذا تزييف. يعني كلمة نص في الفكر المعاصر مختلفة. كلمة نص هي مصطلح دلالي لا يدل على مجمل الكتاب أو مجمل السنة. المعلوم من الدين بالضرورة، هذه أيضا إحدى القضايا، لأنه التفريق بين العلم الضروري والعلم النظري والمعرفة الضرورية والمعرفة النظرية تجعل العلم الضروري هو البديهيات، فالمعلوم من الدين بالضرورة لا يخرج عن نطاق البديهيات، لا يدخل فيها كل هذه اللاهوتية، لأنه حتى مفهوم التوحيد الله واحد هذا من البديهيات. لكن كيف صيغ مفهوم التوحيد اللاهوتية؟ وكيف صيغ مفهوم التوحيد الفلسفية؟ المعلوم من الدين بالضرورة مساحة تتسع يوما بعد يوم، حتى أن يقال أن الحجاب معلوم من الدين بالضرورة. طبعا علينا أن ننتظر في القريب إن شاء الله أن النقاب سيكون معلوما من الدين بالضرورة. دلوقتي الخلاف هل النقاب تقليد أم تشريع؟ التكفير، وأنا أشرت إلى هذا. ثم المرجعية الوحيدة هي مرجعية الشريعة. حين يقولون الشريعة يميزون نظريا بين الشريعة وبين الفقه، ولكن حين يأتون بنماذج من الشريعة يأتون بنماذج من الفقه.
ما هي الحدود الفاصلة بين ما يسمى الشريعة والقانون؟ هل تفهم الشريعة كما يفهمها الفلاسفة المتصوفة كمقابل للحقيقة الظاهر والباطن؟ هل تفهم الشريعة كمقابل للبرهان كما فهمها الفلاسفة؟ كل هذه المعرفة وهي معرفة في التراث المحتالي غائبة عن الخطاب الديني المعاصر. جوهر المشكلة، حتى أختم لأنني أصلت، أعتقد أنني أصلت، أن الخطاب الديني المعاصر يفزع، الخطاب الديني بشكل عام، ليس فقط الخطاب الديني الإسلامي إنما الخطاب الديني في جميع الأديان، يفزع من التاريخ. التاريخ يلقي أضواء على المناطق المعتمة في الماضي الذي يعتمد عليه هذا التراث. الفزع من التاريخ، حين تقول نقرأ القرآن قراءة تاريخية يقولون لك هذا معناه أنك تخرج القرآن من دائرة المقدس. والفزع من التاريخ يبان الفزع على المقدس، وفي أحيان كثيرة يبدو هؤلاء كأنهم يدافعون عن حقوق الله. خلي بالك، حقوق الله، الفزع على المقدس. ما هو المقدس؟ هل المقدس كائن قار في النصوص؟ هل التقدير المقدس قار في الأماكن؟ أم أن المقدس هو علاقة الإيمان التي تربط المؤمن بالمكان أو بالشعيرة أو بالنص؟ لو كان المقدس صفة قارة في الأشياء لأقر بها جميع البشر. هذا هو الاختلاف في المقدس. ما هو مقدس عند المسيحي ليس مقدس عند المسلم، ما هو مقدس عند اليهودي ليس مقدس عند المسيحي ولا عند المسلم، ما هو مقدس عند الهندي ليس مقدس. المقدس هو علاقة قداسة ينشئها الإيمان. خارج الإيمان ليس هناك مقدس. إذن الخطر على المقدس ليس من دراسة النصوص وليس من تسليط التاريخ على ضوء الممارسات الدينية. الخوف على المقدس هو خوف على عدم الثقة بالفرد، ومن هنا يحتاج الأفراد في الخطاب الديني المعاصر إلى حماية، إلى حماية من أي فكر يهدد إيمانه. ونحن نريد ويجب أن نسعى لذلك، أن يتحول الإيمان إلى قوة الفرد. أنا الذي يمنح المقدس قداسته. هو مقدس لأنني أؤمن به، هو مقدس لأنني أقدسه. الدليل على ذلك أنه ليس مقدسا بالنسبة للإنسان الغير. إذا علمت أن المقدس هو هذه العلاقة بين الإيمان وبين الظاهرة، سيجعل كل منا يحترم مقدس الآخر. القرآن مقدس لأنني أؤمن به. هو في ذاته خارج الإيمان ليس مقدس، بدليل أن الذي لا يؤمن به لا يراه مقدسا. الفزع على المقدس يعني حماية البشر من أن يمارسوا إيمانهم بحرية. التحايل لحل التناقضات، يعني علشان يعني أنهي هذه اللقاء الذي طال والذي أتمنى يعني أنه لا ينتهي معكم، يعني هطرح مسألة غزو الكويت مثلا من قبل نظام صدام. إيه الفتاوى اللي طلعت في الوقت ده علشان تبرر الاستعانة بالقوات الأجنبية بأمريكا لتحرير الكويت؟ قعد يقلب الفقهاء والمفتين في دفاترهم القديمة، فوجدوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد استعان بأحد المشركين وهو في طريق هجرته إلى يثرب. سألوا قياسا على هذه الواقعة يجوز الاستعانة بالكفار. خلي بالك ان الامريكان هنا اصبحوا كفار، وكأن النبي عليه السلام كان مخيرا، كأنه كان هناك مؤمن يستطيع ان يدله على الطريق.
ده معنى ايه؟ ان الناس تعيش خارج التاريخ، ان الامر لا يناقش على اساس الاسس الواقعيه لهذا الامر، ان هناك كان هناك عجز في النظام العربي انذاك، عجز شامل وتام عن الوقوف ضد عدوان نظام عربي على وطن عربي اخر. بدل ما تناقش هذه المساله من هذه الزاويه عشان ننقذ هذه الانظمه وعلشان نحيي في شعوبنا قوه المقاومه، يلجا المفتي الى هذه الواقعه لكي يقول يجوز الاستعانه بالكفار، وخلي بالكم من المصطلحات، يجوز الاستعانه بالكفار. يعني اذا طرحت امثله اطرح امثله كثيره، تزويج الصغار، يستشهد مفتي لا اريد ان اذكر جنسيته بان النبي تزوج السيده عائشه وكان سنها 9 سنوات 7 سنوات وبنى بها ويبيت. القرن السابع ايها الناس، والقران يعني لا يمل من تكرار ان محمد عليه السلام بشر. بشر يعني شخص عاش في التاريخ. لكن ان قيم القرن السابع تصبح هي القيم التي نبني عليها قيم القرن الواحد والعشرين، اين 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 المفارقه؟ إعادة دراسة القرآن من منظور التاريخ، إعادة فهم عالم القرآن أو عوالم القرآن والعلاقة الخصبة بين عوالم القرآن، بين التشريع والعالم الروحي والأخلاق، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من لم تنهه صلاته فلا صلاة له، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تقوى. إذن الشعائر ليست مرادة لأنفسها، وليس صحيحا أن الشعائر لا تعلل، لأن تجربة التدين هي تجربة روحية أخلاقية، ومهمة الشعائر أنها تنمي هذه الطاقة الروحية الأخلاقية. أنها لا تعلل، هذا كلام يعني كلام يقال من باب الإيمان، ولكنه من الناحية العلمية ليس صحيحا. في الحج وفي الأضحية لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. إذا أردت أن أعدل فيما يسمى الآيات التشريعية في القرآن، هذه العلاقة بين التشريعات وبين الأخلاق، لابد أو نحتاج إلى إعادة ربط هذه العوالم. في الفكر الإسلامي تم تجزيء القرآن، سواء نتكلم عن التفاسير التي أخذته بالطول أو عن العلوم الدينية. يعني استقلت الفلسفة بجزء من القرآن، استقل علم الكلام بجزء من القرآن، استقل التصوف بجزء من القرآن، استقل الفقه بجزء من القرآن. القرآن جزئ، ونحن نحتاج إلى وحدة القرآن التي تمكننا من أن نرى التشريع في ضوء هذه الأبعاد كلها، في ضوء البعد الروحي، البعد الأخلاقي، البعد الفلسفي، البعد اللاهوتي، وأن نرى البعد الفلسفي في ضوء هذه الأشياء. هذا أمر يحتاج إلى إنجاز، يحتاج إلى عمل. ليس عندنا مؤسسات لدراسة الدين، عندنا مؤسسات لتعليم الدين وليس لدراسة الدين، وهناك فرق كبير بين دراسة الدين وبين تعليم الدين. تعليم الدين يمكن أن يكون في المسجد، يمكن أن يكون في الأسرة، يمكن أن تكون بعض المؤسسات التعليمية لتعليم الدين، لكن إلى جانب ذلك لابد أن تكون مؤسسات لدراسة الدين ودراسة الأديان وتاريخ الأديان والأديان المقارنة إلى آخره. كل هذا غائب عن أفق نظمنا التعليمية بشكل عام، ليس فقط في العالم العربي وإنما في العالم الإسلامي بشكل أو بآخر. أيها الإخوة الأعزاء، كما ترون استقلت بكم بصوتي، نعم، لكننا التقينا. لن يستطيع ولا يستطيع أحد أن يمنعنا من التفاق. هذه قوتنا، هذه قوة الحداثة. ومن هذا المنطلق
أشكركم وأنحني تقديرا واحتراما لهذا المنتدى ولجميع الحضور الذين حضروا. والسلام عليكم ورحمة الله. تحياتي للأخوة. الآن يتفضل الدكتور أحمد البغدادي ليتحدث عن محنة المثقف العربي، والدكتورة ابتهال الخطيب للتحدث عن دوائر الخوف في كتاب نصر حامد أبو زيد، فليتفضل. مساكم الله بالخير. يقول دكتور نصر حامد أبو زيد في كتابة، في مقدمة كتابة دوائر الخوف: من الصعب على الإنسان في حالات كثيرة أن يستطيع التغلب على مرارة بعض التجارب التي تمر به في حياته، ويزداد الأمر صعوبة حين تكون مرارة التجربة ناتجة عن عوامل وظروف كان المفروض أن تؤدي إلى عكس ما أدت إليه بالفعل. الحديث هنا عن تجربة الكاتب التي دفعته دفعاً إلى أن يهجر وطنه وأهله، وأن يحرم من طلابه غرس يديه وثروته الحقيقية، ويقرر الحياة في المنفى. وقد وضعناك يوم أمس في تجربة أخرى مريرة يا دكتور، نعتذر منك وندعوك لا لتعذرنا فقط، ولكن لتتعاطف وتشفق. نعم، تجربة هجر الوطن قسرا مريرة، يبقى طعمها كالقهوة المحمضة في البلعوم، تستشعرها وأنت تصحو كل صباح على شمس غريبة، وكذلك وأنت تمسي في ظلال لا تعرفها. لكن يا دكتور، قسوة الغربة في بلاد الآخرين لا ترقى لقسوة الغربة على أرض الوطن. أن تعيش في نفس بيتك وتحيي جيرانك ذاتهم، وتذهب لعملك نفسه، وتجوب شوارع طفولتك، وتشتري من الدكان الملاصق نفس علش بسهم اللي طالما علقته في أيام أجمل وأنقى، لكن يبقى داخلك فارغ وغريب عما حولك، ومن حولك غرباء عن أنفسهم وعنك. هل تعرف ما فعل بنا الخطاب الديني الحالي في الكويت؟ هو ما قلت أنت يا دكتور عن ذات الخطاب في واقعنا العربي والإسلامي المعاصر عموما. انشطرنا، تفتتنا وتشتتنا، فأصبحنا شيعة وسنة، وأصبحنا شيعة موالين وشيعة موالين، وسنة يتبعون وسنة يتبعون. انشطرنا كذلك إلى ذكر وأنثى كما تؤكد أنت نفسك، فأصبحت مبادئنا اللي انعكست قسرا على قوانيننا لا تخاطب الإنسان، بل تخاطب الرجل ثم تخاطب المرأة، تحادث هذا وتكلم ذاك، حتى انقسمنا أنفسنا داخل أنفسنا، وما عدنا نعي إلا ما يفرضونه هم على وعي مخدر من شدة الانقسام. الغربة حارقة يا دكتور، لكنها تحرق أكثر لما تشعرها وأنت في بلدك، عندما يمنعك حراس البوابات أن تسأل وتعلن وتفكر، أن تستمع لما هو مختلف وتناقش ما هو مختلف. يحسبون عليك أنفاسك، يراقبون تحركاتك، ولا يتحركون بدون مازورة قياس تعمل على كل المستويات، تقيس إيمانك، تقيس ورعك وصلاحك، تقيس حتى طول دشداشتك أو بنطلونك أو فستانك. يدنسون حرمة خصوصيتك، ويطردون ضيوفك من بيتك الكبير الذي تملك فيه مثل ما يملكون، بعد أن يفتشوا جيوبهم بحثا عن فكرة مسربة أو كلمة مدسوسة، وكأن ضيوفك تجار حشيش لا صناع فكر. فتلقاك ملتفا على نفسك، تحتضن فكرتك في غربة عمن حولك، وأنت تساءل ترى هل يفكرون كما أفكر؟ هل لديهم ذات التساؤلات؟ يتشككون ويتعطشون لشيء من المعرفة؟ وبينما أنت تتساءل يتساءل الآخرون، لكنها تظل أسئلة متوازية معزولة في عقول أصحابها، تدور في دائرة الحرام والخطيئة إلى أن تذبل وتتعفن وتعفن العقل اللي يحتضنها. خلقوا منا جيلا من الغرباء متكومين على أنفسنا، نظهر غير ما نبطن، نتساءل في وحدة وغربة، ونتعطش لشيء مختلف، ونخاف من هذا المختلف في ذات الوقت. الفكر خطيئة، والقراءة خطيئة، والخطوط الحمر تحوطنا وتحمر حياتنا.
استولى الحراس على المدينة وقسراً جعلوها فاضلة على قياسهم، وفجأة لم يعد عقلنا يدخل في قميص الفضيلة هذا مقاس صغير على تفكيرنا السمين، فأصبحنا فجأة بلا وطن ونحن نعيش على أرض العزيزة، بل فجأة أصبحت أرض في غربة، اغتربت الكويت واستاحشت من السكون الجاثم بين أبنائها، صارت وحيدة وبعيدة، وصرنا وحيدين وبعيدين نتناظر عن بعد، يفصل بيننا ألف سيف لامع، ألف حلم بجنة يملأها الحور وأنهار الخمر، ألف نار تمتلئ بمن يفكر على حد قولهم. هذا الواقع اللي نعيشه يا دكتور، تلك هي غربتنا، فهل نأسى لك أم تأسى لنا؟ أخبركم عن شيء من فكر الدكتور الخطير اللي يستحق بسببه أن يطرد من بلدنا، وهذا من كتابة دوائر الخوف. سريعا، يتحدث الدكتور عن عنصرية اللغة في التعامل مع المرأة وانعكاسات هذه العنصرية على وضعية المرأة أيديولوجيا، ويعود ليستشهد بالوعي المتميز للقرآن الذي، والحديث للدكتور، تمثل في لغة القرآن اللي خاطبت النساء كما خاطبت الرجال، بعد أن كان خطاب النساء يتم بطريقة غير مباشرة من خلال خطاب الرجال. فيعتبر الدكتور أن توجيه الخطاب لمرأة مستقلة عن الرجل في الخطاب القرآني بمثابة وعي جديد غير مسبوق. ولا ينفي الدكتور أننا في عصور تأخر وانحطاط صاغتها العديد من الأسباب السياسية والفكرية، اللي قد يكون أحد أهمها هو استيراد فكر عنصري حول المرأة وإسباغه على التفاسير القرآنية، وقد يكون أحد مصادرها هي التفاسير التوراتية. يتحدث الدكتور أبو زيد مؤرخ لخطاب النهضة بين المفكرين العرب والمسلمين، فيشير إلى فكر قاسم أمين حول الاحتكاك بالمجتمعات الأوروبية المتقدمة، حيث يؤكد أمين أن هذا الاحتكاك واقع لابد من مواجهته بدلا من الهرب منه أو تجاهله، وهو واقع له إيجابياته كما له سلبياته، فعلينا مواجهة السلبيات لا التضحية بالإيجابيات. إذن وعلى عكس الخطاب الديني اللي يفسر التخلف بالبعد عن قيم الإسلام ومبادئه، يقول الدكتور يرى قاسم أمين أن البعد عن قيم الإسلام ناشئ عن حالة جهل وتخلف، وهي حالة من شأنها أن تجعل فهمنا للإسلام فهما متخلفا. وقد تختصر هذه الجملة فكر الدكتور أبو زيد المعروض في كتبه، فالدكتور يرى أن جهلنا أورثنا فهم متخلف للإسلام، فالفكر الإسلامي من وجهة نظر الدكتور يمثل نقلة نوعية في وعي الأمة، وتخلفنا قتل هذه النقلة وجعل من الدين أداة تنفيس للرجل المهزوم، تنفيس للمرأة المكبوتة، وتنفيس لأمة سقطت ولا تعرف للخروج سبيلا إلا تسلق حبال ماضي غابر اهترأت من شدة الجذب والشد في محاولات التسلق الفاشلة. يؤكد الدكتور أن التمسك بالمعاصرة على مستوى الحياة المادية والإصرار في نفس الوقت على التفكير كما كان يفكر السلف يمثل حالة من الانفصام المرضي، ولذا هو يدعو، وتلك هي الدعوة اللي أثارت غبار أمة كدست وقدست غبارها، إلى منهجية القراءة التاريخية للقرآن اللي تحدث عنها للتو، وهو مفهوم كما يقول الدكتور لا يعني دائما الزمانية، بل يعني أننا ملزمون باستعادة السياق التاريخي لنزول القرآن من نجل أن نتفهم مستويات المعنى وآفاق الدلالة، فنستطيع التمييز في مجال الأحكام والتشريعات بين مستويات لم ينتبه لها أسلافنا. لست هنا في الواقع أحاول تقديم مسح معرفي لفكر الدكتور، فذاك يستحيل إنجازه في زمن ندوتنا هذه، ولست أحاول أن أقول أن فكر الدكتور مهادن أو طيع، لو كان كذلك لما أثار عقلي ولما جعلني أراجع نفسي وأعيد قراءة ما قرأت والتفكر في فهمي السابق وما يمكن أن يكون منها لاحقا. للدكتور أفكار قوية خارجة عن النسق عن المعتاد، ولذلك أفكاره لها أثر خطير وعواقب مرعبة، نعم أعترف بذلك، فكرة وكتاباته تجعلنا نفكر، والتفكير بالنسبة لأولي الأمر اللي عينوا أنفسهم في هذا المنصب ولبسوا الأوسمة وجهزوا الخوازيق على ما يبدو لأن جريمتنا نستحق التخوزق بسببها، فهي أن تفكر. إنك تفكر يعني أن تتساءل صح أم غلط، هل هذا هو الخيار الوحيد أمامي، هل هذا التفسير هو وحده الحق المقبول، وكيف نجرؤ. إلا أن رد الدكتور يتمحور في جملته أنا أفكر فأنا مسلم، كما قالها في نهاية البيان اللي أذاع مساء يوم الحكم بتفريقه وتفرقته عن زوجته. توقفوا عن البحث عن العفريت، يطالبنا الدكتور نصر حامد أبو زيد، وهي استراتيجية اعتمدناها في حياتنا بشكل مطلق، أصبحنا نتوق للقاء العفريت لا لنتساءل عن كيفية قدومه وأسباب تواجهه إن صح بحثنا عنه أصلا، ولكن لننحره بمجرد أن نراه،
لنشير عليه ونصرخ حرامي عفريت، فينقض عليه الربع من أمثال نوابنا إياهم المرعبين ويعملون فيه سيوفهم حتى يصبح كومة بالية ويدفن معه فكرة العفريتية الجديدة، ونبقى نحن نمضغ القديم ونجتره نتقيأ ونبلع بدون نهاية. التفكير بذاته ليس جريمة يقول الدكتور، ولأن نشر ثمرة التفكير وهو الاجتهاد واجب يمليه ضمير الباحث ومسؤوليته إزاء دينه ومجتمعه، فإن إدخال القضاء طرف حاكم في شؤون الفكر هو الجريمة بعينها، والجريمة اليوم مضاعفة. الشرطة وأمن الدولة صاروا طرف يحاكمون فكر لم يعلن وقول لم يصبح جهارا بعد. نعاقب على السمعة فيحجز مطارنا ضيوفنا وتدوي فضيحتنا، لأن أولي الأمر يخافون الفكرة. هذه النبضة العصبية في الرأس، هاي الكلمة الصغيرة السوداء كأنها نملة على ورقة، نسمة من فم لأذن، يخافونها. انتهي بالقول إلى أن من طرد الدكتور نصر حامد أبو زيد من الكويت اليوم لم يهن الفكر ويغلق أبواب العقل ويرفع طبقات البرج الموحش اللي انحبسنا فيه جميعا فقط، لكن كذلك والأهم والأخطر أهان الدين واحتقر فلسفته واستهان بقدرته على الإقناع. من منع الدكتور من الدخول اليوم بصم على ضعف الدين وأكد عدم قدرته على تحمل الزمن الجديد والفكر المتجدد. من أعاد الدكتور لغربته أقسم على توقف الدين في الزمان وعدم قدرته كفكر فلسفي على المواجهة وتقصي الحقائق والدخول في دائرة النقاش مهما بلغت قوته وشراسته. هؤلاء هم المعادين للدين، هؤلاء هم من أهانوه وأقصوه عن الخطاب المعاصر، هم من يجبروننا على العيش في برجنا المغلف بالدنانير، والدنيا في الخارج تطن بالحوار والتساؤل والنقاش اللي تنقلها من زمن لذلك الذي يليه، بينما نبقى نحن ودنانير المنح معزولين في قرون قديمة ونلبس قرون حديثة. اعذرنا يا دكتور، غربتنا تعادل غربتك، وليبقى تجمعنا اليوم شاهد في الزمن على أننا نرفض الغربة على أرض الوطن، وأننا نؤمن بأن حقنا في التفكير لن يسلبه التكفير كما قال الدكتور. ابحثوا وحدكم عن العفريت، ليس لدينا وقت نضيعه معكم في هذه اللعبة السخيفة مع عفريت إلا بني آدم. وأكرر اعتذارنا للأستاذ الدكتور نصر حامد أبو زيد، وأؤكد أن صدر الكويت اللي ضيق زمن أغبر هو في حقيقة رحب وسيظل دوما كذلك. شكرا لكم. مساكم الله بالخير. والله أنا حي عزكم على هالقعدة هذه، تحملون المحاضرة واللي تفضلت فيه الأخت. أخونا العزيز طالب المولي برغم أنه يدري أني أنا صحتي شوية، وهذاك الزود اللي البارحة يتصل فيني يقول لي أبيك تقرأ كتب نصر حامد أبو زيد وتتقدم لي خلاصة. أبو علي مصجك مكذبك؟ أنا زين أشيل نفسي المرة أقرأ لك كتب نصر حامد أبو زيد. لكن شيء من الخواطر حول فكر الأخ نصر حامد أبو زيد، أنا أعتقد أن هي المشكلة اللي حاول يطرحها والتي لا تزال موجودة إلى اليوم قائمة، كيف يمكن أن ندخل النص الديني في الحياة الدنيا؟ يعني كيف يمكن أن نفهم النص الديني بلغة العصر؟ وهذه مشكلة يتجنبها التيار الديني. التيار الديني لا يعترف بأن هناك نصوص دينية قد توقف العمل بها، ملك اليمين، المؤتلفة قلوب، المؤلفة قلوبهم، الغنائم، وهلم جرا مما هو معروف لدى الجميع بصورة أو بأخرى. نريد أن نعرف موقف الدين الإسلامي من مسألة حقوق الإنسان. عندما يأتي نص قرآني يقول لا إكراه في الدين، وهو يتسخ تماما مع حقوق الإنسان في هذا الجانب، ثم يأتي شخص آخر ويقول لا أنا أستشهد بالحديث من بدل دينه فاقتلوه، هنا في أزمة فكرية علينا نحن نحلها. الدكتور نصر حامد أبو زيد يعني حسب ما أتذكر أنه يريد للعقل أن يكون له دور بارز في فهم النص، يجب ألا نكون أسرى لمن شرح ذلك النص.
شرحها في ظروفه وفي ظل مفاهيمه. احنا اليوم لدينا مدارس الفهم ولدينا مناهج للبحث العلمي في الحقيقة تجعلنا قادرين على أن نعيد النظر في هذه النصوص وأن نعيد فهمها وأن نعيد عرضها أيضا على العالم، بدلا من الجمود والتوقف عندها. الحاصل الآن أن القول بأن القرآن صالح لكل زمان ومكان ثم نتوقف عند هذه العبارة وانتهى الأمر أصبح غير وارد، إلى درجة أن في بعض القواعد الفقهية التي الآن لا تصلح للتحليل العلمي، مثل لا قيمة للنص مع الاجتهاد مع وجود النص، تمام؟ أي نعم، لا مع وجود النص. الحين يقول